الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، كاشف الكربات ورافع الدرجات، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نور الظلمات ودليل الخيرات وصاحب المعجزات، وعلى آله وعلى أصحابه الذين مثلهم الله في سورة الفتح بالنبات، وعلى زوجاته الطاهرات سر قوله الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ثم أما بعد، رمضان شهر اصطفاه الله عز وجل وجعل له منزلة كبرى، فهو شهر أنت فيه صائم في النهار وقائم بالليل، فكذلك تستحي أن تعصي الله عز وجل. وكيف وأنت تستحي أن تعصي الله عز وجل بتمام مراقبة نفسك، لأن الله في هذا الشهر أنت تقدم الصيام له، فأنت تستحي من المعصية، وبالتالي يشيع في نفسك الصفاء، هذا الصفاء الذي يشعر به الجميع بمجرد دخول شهر رمضان علينا. الأطفال فرحون والكبار فرحون، من أين أتت هذه الفرحة؟ تأتي الفرحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم في أول ليلة من شهر رمضان: تصفد الشياطين ومرضة الجن، وتغلق أبواب النار، وغلقت أبواب النار فلا يفتح منها باب، وتفتح أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله في كل يوم عتقاء من النار. إن هذا الشهر يخرج عن حسابات التي نحاسب بها على جميع أعمالنا، إن له حساب آخر عند الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول في حديثه القدسي: إن كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فلك أن تتخيل كيف يكون عطاء صاحب عطاء لا ينفد، وكيف يكون جزاء من هو كل الخير وكل العطاء وكل الجزاء. إننا إذا تكلمنا عن رمضان فإننا علينا أن نعلم أنه شهر فيه مدد من عند الله عز وجل، هو شهر لا للكسل ولا للخمول، شهر للعمل والعمل الجاد. ولك أن تتذكر أنها القلة المؤمنة نصرها الله عز وجل على الكثرة الكافرة في بدر، في معركة بدر في بداية هذا الشهر الكريم، وكذلك أنها التي الفترة التي انتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان أيضا عندما فتح مكة ونصره الله عز وجل بفتح مكة، فكان هذا صمود وعمل وكفاح. ولنا كمصريين أن نتذكر المدد الذي أمدنا الله عز وجل به في العاشر من رمضان حينما انتصرنا ونحن صائمون، وأيدنا الله عز وجل وأمدنا بمدد من عنده. إن هذا الشهر الكريم ليس شهر خمول أو كسل، إنه شهر عمل. وإنني أتمنى منا جميعا أن نعمل ونعبد الله، وعملنا عبادة، ولا نقول هذا شهر لقرآن فقط أو دعاء فقط أو صيام فقط أو قيام فقط، لا، إنه شهر العمل والكفاح والجهاد. وأتمنى أن نكون جميعا في رحاب هذه الدعوة إلى العمل في شهر رمضان، وشكرا جزيلا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.